بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني وأحبابي في الله، شبابنا الجميل، شبابيك افتح لنا شباك في قلبك، افتح لنا شباك في قلبك، نفتح قلوبنا لبعض يا جماعة، نفتح قلوبنا لنور الله، نفتح قلوبنا لنور الصلاة بالله سبحانه وتعالى. رؤية شافها أحد السلف وهو بيصلي قيام الليل، نزل سجد وهو ساجد بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى من كتر الإرهاق ومن كتر طول القيام، نام وهو ساجد، فرأى يعني حورية من أجمل ما يكون وهي بتركله برجليها وبتقول له: حبيبي أتنام وأنا أربى لك في الخضور، حبيبي أتنام وقد قام المتهجدون في تهجدهم. يا حبيبي، مش دي الكلمة اللي الشباب بيدفع عمره كله عشان يسمعها مرة؟ مش دي الكلمة اللي أي بنت نفسها إن حد بجد يقول لها الكلمة دي من قلبه؟ مش دي الكلمة اللي الشباب قاعد على الفيسبوك طول الليل يدور على إنسانة تقول له الكلمة دي؟ حبيبي الكلمة دي يا جماعة في ناس دفعت عمرها عشان تسمعها، في شباب، في بنات ضحت تضحيات رهيبة عشان تسمعها الكلمة دي. هذا العبد الصالح بسجدة واحدة خدها، بسجدة واحدة بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى خد الكلمة ده. إيه؟ يعني كلمة بحبك أو بحبك بس في علاقة حب حرام، يا ترى خسائرها إيه؟ يا ترى واحد يقول لك طب أسيبها ليه؟ طب أسيبه ليه؟ طب العلاقة ده هي ايه الخسائر اللي فيها؟ ايه الغلط اللي فيها؟ ايه الحرام اللي فيها؟ لو فعلا بتحبها خاف، خاف، لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخرة. اللي تبتع بمعصية معينة في الدنيا ومات ولم يتب منها ممكن يحرم منها في الجنة. خاف انك تحرم من نعمة الزواج في الجنة، خاف انك تحرم من نعمة حب الزوجة في الجنة. خافي لو بتحبها، خاف عليها، لانك انت كده بتعرضها لعذاب ربنا، انت كده بتعرضيه لعذاب ربنا سبحانه وتعالى. لو بتحبها النهاردة دي اكتر واحدة انت نفسك تشوفها في الدنيا، يوم القيامة هتبقى اخر واحدة نفسك تشوفها، اخر واحدة تتمنى انك انت تراها عشان نفسيتك، عشان الطريق ده اخره عذاب أليم. طريق الحب او العلاقات العاطفية المحرمة، بداية العلاقة العاطفية في ايدك ولكن نهايتها مش في ايدك. هتدخلي في طريق مش هتقدري تفرملي قلبك فيه، وغالبا يعني سبحان الله العظيم لو انت عايزة فعلا سيبها، لانها لا في ايد نفسها ولا في ايد ابوها، هي في ايد ربنا. مش هتاخدها من خزائن ربنا غصب عن اللي خلقها سبحانه وتعالى. ربنا يا اما بسبب المعصية اللي انت عملتها معاه ممكن يحرمك منها، يا اما بسبب المعصية ممكن يديها لك بس عشان يعذبك بيها او يعذبك بيه. يبقى انت لو بتحبها سيبها، ده اختيارك لنفسك، انما اختيار ربنا ليكي فين؟ ما يمكن اختيار ربنا ليكي احسن مليون مرة، دي اختيارك لنفسك. طب ما يمكن ربنا مختار لك حاجة احسن بكتير قوي. من ترك شيئا لله ابدله الله خيرا منه، من ترك شيئا لله ابدله الله خيرا منه. يعني عايزين يا جماعة، عايزين نفهم اخوانا انك انت دلوقتي يعني تحب انك انت تبقى معاها، انما يوم القيامة تخيل ساعة العرض على الله وكل واحد منكم بيقرب من التاني، تخيل ساعة القنطرة وانت مستنيك ابوها واخوها وقرايبها. ثم خد بالك ان الدنيا سلف ودين، سلف ودين. انت قاعد معاها دلوقتي، زوجتك اللي انت هتتجوزها في المستقبل بعد سنين قاعدة مع شاب تاني دلوقتي بيقول لها نفس الكلام، بيمسك ايدها نفس المسكة، بيبص لها وبتبص له نفس البصة. عايز ما تتعرضش للتجربة دي، هو سلف ودين. زي ما خدته من عرض الناس هيترد من عرضك. احد يقول اسيبها ليه؟ بعد كل ده يا جماعة نسيب ليه؟ عشان ربنا، عشان اعظم حب في حياتنا. انت عارف انت بتخسر ايه بسبب العلاقة دي، انت عارف انت بتضيع ايه بسبب العلاقة دي، انت عارف انت بتخسر ايه. انت بتخسر يا اخوانا كفاية حب الله، كفاية انك شغلت المكان في قلبك اللي كان هيبقى ربنا بس سبحانه وتعالى، وتاخد المكان ده من قلبك لمخلوق وخسرت حب ربنا سبحانه وتعالى. اعظم احساس في الوجود، في واحدة يعني قعدت لما وصلت لمكة قالت: اين بيت ربي، اين بيت ربي؟ دلوها على الكعبة، حطت خدها على الكعبة، هذا بيت ربي. وظلت مغمضة العينين، بعد فترة بيهزوها وجدوها قد ماتت، ماتت من الشوق الى الله، ماتت من حب الله سبحانه وتعالى، ماتت مش قادرة تصدق انها وصلت الى بيت محبوبها الاعظم الله سبحانه وتعالى. احدى نساء السلف وكانت شديدة الجمال وكانت بكاء من خشية اللوم
من الشوق الى الله. فيعني اصيبت بمرض في عينها، الطبيب قال لها يعني لو ظلت تبكي بنفس ما تبكي به اتفقد بصرها. قالت لبكائي شوقا الى الله احب الي من بصري، لبكائي شوقا الى الله احب الي من بصري. انت بتحب ربنا كده؟ ايه الدليل انك انت بتحب ربنا كده؟ ايه الدليل ان انت بتحب ربنا كده؟ ايه الدليل ان دي العاطفه بتاعت قلبك تجاه ربنا سبحانه وتعالى؟ ايه الدليل؟ سيدنا محمد واقرب ما يكون من السيده عائشه مراته حبيبته قال لها زاريني اتعبد لربي، ساب احب انسان اليه في الدنيا عشان يقف بين ايدي ربنا. سيدنا يوسف ساب امراه العزيز وقال السجن احب الي عشان يبقى في خلوه مع الله سبحانه وتعالى. ايه الدليل انك انت بتحب ربنا؟ في ناس يا جماعه، في ناس ضحت بحب ربنا عشان حاجات ما تستاهلش. وفي النهايه احد اصدقائي زمان واحنا طلبه في الكليه جاب لي ورقه ب 20 جنيه مقطوعه نصين، جاب لي نص منها. فبقول له ايه ده؟ قال لي البنت اللي يعني اللي بيتكلم معاها ادتها لي هديه. فلقيته فرحان جدا، فبقول له فرحان ليه؟ قال لي فرحان لان النص اللي ادته لي هو اللي عليه الارقام بتاع الورقه، فانا هعرف اغيرها من البنك. فهو يعني متخيلين يا جماعه يعني هي بتفكر في ايه وبيفكر في ايه؟ يعني في ناس باعت حاجات كتير قوي عشان حاجات ما تستاهلش. واحد ملياردير لبناني، ملياردير من المليارديرات، كان يتقابل مع اصحابه يشربوا خمور ويقول لهم انا هبني مقبره هنا لما اموت، وصرف على المقبره ملايين في الرخام بتاعها، قال لهم لما اموت تيجوا تشربوا خمر هنا وانا هقوم واشرب معاكم. الراجل ده وهو راجع لبنان مره في الطياره بتاعته، الطياره وقعت في البحر المتوسط، مات. الى اليوم ما حدش عارف مكان جثته، ما فيش غير بنته هي اللي ورثته، ورثت كل المليارات بتاعته. بنته ماتت ورثته حفيدته، ورثت كل المليارات بتاعته. حفيدته ماتت كانت لسه طفله ورثها الكلب بتاعها. كل اللي خد المال بتاعه ده كان الكلب. في النهايه في ناس ضحت بحب ربنا عشان حاجات ما تستاهلش في الدنيا يا جماعه. انت بتحب ربنا بجد؟ طب ربنا اغلى عندك من اي حد؟ طب لو ربنا اغلى عندك من اي حد، انت ليه اخترت حب حرام على اعظم حب في الحياه وحب ربنا سبحانه وتعالى؟ يا اخوانا حبيبي اتنام وانا اربى لك في الخضور. كلمه حبيبي هو ساجد في قيام الليل سمعها بسجده واحده. في ناس مستعده تدفع حياتها عشان تسمع الكلمه دي من مخلوق. امال لو سمعت الكلمه دي من الخالق الاعظم سبحانه وتعالى في الجنه، انت عارفه انت بتضيعي ايه؟ بتضيعي اعظم علاقه حب في الحياه، اعظم حب في الحياه، حب الله في الجنه. لما ربنا سبحانه وتعالى يجمع عباده الصالحين يقول لهم تمنوا يا اهل الجنه، تمنوا، تريدون شيئا ازيدكم؟ عايزين ايه؟ اطلبهم. فيسالون حتى تنقطع الرغبه فيعطيهم الله ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اول مره في حياتك هتبص في وجه الله، اول مره في حياتك هتنظر في وجه الله الى ربها ناظره. لما الناس تنسى نعيم الجنه، لما الناس تنسى الجنه، لما الناس تنسى بعضها من جمال النظر لوجه الله سبحانه وتعالى. العلاقة اللي انت بتقيمها في الدنيا دي، انت عارف انت بتضحي بايه في الجنة؟ اعظم علاقة حب بعد كده حبك مع زوجتك وحبك مع زوجك. شوف علاقة الحب وانت قاعد معاها على ضفاف نار الكوثر بسبب الصيام اللي انتوا كنتوا بتصوموه والقيام اللي انتوا كنتوا بتقوموه. ربنا جمع ما بينكم في الجنة وانتوا قاعدين، ربنا بيقول عربة، عرب يعني مشتاقة، والهانة عواطفها وقلبها ليك انت لوحدك. ربنا بيقول يسقون من رحيق، يعني تيجي تمد ايدك تقول لك انا اللي هسألك بايه؟ ايديها ليك لوحدك، محدش مسكها غيرك. ربنا بيقول فيهن قاصرات الطرف، عينيها مش قادره تشيلها من عليك من كتر حبها ليك، يعني عينيها ليك لوحدك، انسانه ليك لوحدك، انسانه كلمه حبيبي ما طلعتش منها غير ليك انت لوحدك، انسانه ما قالتهاش لغيرك مره واثنين وثلاثه وعشره، انسانه ما فيش في قلبها غيرك انت، مش ممكن تكون بتحبك بس في جزء من قلبها لغيرك، انسانه. تخيل كده لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك عرب، عرب ديت يعني كل كلام الحب اللي اتقال في افلام هوليوود، في الافلام العاطفيه والرومانسيه، كل كلام الحب اللي اتقال في اعظم قصائد حب ولفت في الحياه وفي التاريخ، كل كلام الحب اللي اتقال في رسائل الحب، كل ده ولا حاجه في اللي هي هتقوله لك، في اللي هي هتقوله لك واللي انت هتقوله لها. كل ده قاصرات الطرف، يعني هي مش قادره تشيل عينها من عليك، ومن كتر جمالها ومن كتر عاطفتها، عاطفتك اللي في قلبك ناحيتها مش قادر تشيل عينك من عليها. في حب اكبر من كده يا جماعه؟
انما في الدنيا سبحان الله العظيم يعني تيجي بقى تتقدم للاخت كده تقول لها يعني انا بحبك بعد ما كتب كتابكم بقى ولا اتجوزتها انا بحبك, تقول لك جزاك الله خيرا. يقول لها يا بنتي بقول لك بحبك, تقول لك احبك الذي احببتني لاجله. طب هتعمل ايه بقى؟ واحده بتقول لجوزها يعني قول لي كلمه حلوه, حرام عليك عمرك ما بليت ريقي, قول لي كلمه حلوه. قال لها بسبوسه. قالت له يا عم قول لي كلمه تهزني. قال لها مرجحه. قالت له قول لي كلمه تحسسني ان انا زوجة. قال لها روحي وانت طالق. يبقى ده الحب اللي في الدنيا. حب الدنيا يا جماعة يعني نهايته ايه؟ ولكن الحب اللي بينك وبين حبيبتك في الجنة تضحي بيه عشان ايه؟ تضحي بيه عشان ايه؟ لو بتحبها اعرف انها في ايد ربنا, واعرف ان من فقد الله فماذا وجد. لو انت بسببها فقدت الله هتلاقي ايه؟ مش هتلاقي اي حاجة. ولو انت سبتها وجدت الله هتلاقي كل حاجة. عايزين نعرف يا جماعة, عايزين نعرف يعني عاقبة الطريق ده ايه؟ عايزين نعرف كلمة بحبك بس في علاقة محرمة خسائرها قد ايه؟ انت عارفة انت بتضيع ايه؟ انت عارف انت بتضيع ايه؟ يا اخوانا سيدنا مرثد رضي الله عنه, مرثد ابن ابي مرثد الغنوي, صحابي من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام, انما اتولدش صحابي, اتولد مشرك. قبل ما يعرف النبي عليه الصلاة والسلام كان مشرك. شاف بنت شابة جميلة في مكة اسمها عناق, اسمها جميل. شاف عناق الاتنين حبوا بعض, الاتنين بقوا اقرب اتنين في الدنيا لبعض. قامت علاقة عاطفية ضخمة ما بين مرثد وما بين عناق. لما كان يشوف عناق اقرب قلب ليه في الدنيا, اللي بتسمعه اللي بتفهمه اللي حاسة بيه اللي حاسس بيها, اخيرا قلبين التقوا مع بعض. ولما يسلم مرثد ولما يجي قرار الهجرة للنبي عليه الصلاة والسلام يعرف انه قدام اختيار مصيري في حياته, يا مرثد يا الاسلام, يا عناق يا الاسلام, يا عناق يا ربنا سبحانه وتعالى. ويختار ربنا ويهاجر المدينة المنورة رغم كل العواطف اللي في قلبه تجاه عناق, ويعلم ان في اخوة من اخوانه يعني اتحبسوا في مكة ومسجونين ومكبلين. مرثد يقوم بعملية استشهادية ويذهب الى مكة من اجل ان يحرر اخوانه. كان في الجاهلية عاطفي, بقى في الاسلام عاطفي, بس العاطفة خرجت في الحلال, خرجت تجاه اخوانه. كان في الجاهلية مستعد انه يضحي بروحه عشان اللي بيحبه, في الاسلام بقى بيضحي بروحه عشان اللي بيحبه بس في الحلال, بس في طاعة ربنا. وهو دخل مكة في عز الليل دنيا كلها نايمة, لا يعلم ان عناق اصبحت بغي, لا يعلم ان عناق ممكن تكون نفسيتها انهارت بعد ما سابها, ممكن تكون نفسيتها اتحطمت بعد ما سابها وعملت في البغاء, بقت امرأة بغي. وهو ماشي في طرق مكة ليلا عايز يدور على اخوه محبوس في أنهي بيت, يسمع صوت بيقول له مرثد مرثد. الصوت ده انا عارفه, الصوت ده صار فجر جواه ذكريات. يبص ده ايه؟ عناق, عناق اللي كان بيحبها, اكتر واحده فهمته, اكتر واحده حست بيه. يبص يلاقي عناق ويعني في لحظه كل ذكريات زمان تتفجر في قلبه. عناق ما كانتش مستعده انها تخسر مرثد مرتين. عناق كانت مستعده انها تقدم له اقصى ما تستطيع من اجل انها تحافظ عليه. قالت له مرثد هلما فبت عندنا الليله. مرثد كان قدامه لحظه, لو تردد ضاع كل حاجه. ساعه ما المعصيه القديمه بتتعرض عليك بعد ما بتتوب لربنا, لو قدمت لحظه ذبذبه ممكن ترجع. حتى لو سبت المعصيه الذبذبه دي تحرق الايمان اللي في القلب. قال لها يا عناق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم الزنا. خلصت. قالت له كده, صرخت, لمت الناس, قلبت الدنيا عاطفتها تجاهه وخلتها تتجنن يتقتل انتقاما من انه لم يحترم العاطفه اللي في قلبها تجاهه. مرثد يا اخواني في الله استخبى, نجا من الموت باعجوبه, صمم انه يحرر اخوه رغم ان مستحيل ان انسان يفكر التفكير ده. راح للنبي عليه الصلاه والسلام, يا رسول الله ائذن لي ان اقتل عناق, كانت هتقتلني يا رسول الله. ائذن لي ان اذبح عناق, كانت هتضيعني يا رسول الله. لا, ائذن لي ان اتزوج عناق, انا مش قادر اسيبها, مش قادر اتخلى عن العاطفه اللي في قلبي ناحيتها. هو الحب بيوصل القلب للدرجه دي يا جماعه. ولكن النبي عليه الصلاه والسلام يرفض ان يتزوج عناق, ويأبى الله وينزل قران من السماء, الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه, والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك. ويتحط مرثد اختيار ما بين عناق وما بين رضا الله, ولا يتردد, يختار ربنا. انت هتختاري ربنا,
انت هتختار ربنا، انتوا هتقدروا تختاروا ربنا. يا كل واحد ارتبط في علاقة عاطفية، يا كل واحدة بتقول انا بحبه ومش قادر اسيبه، وهو حاجز بيني وبين ربنا، وهو جدار بيني وبين ربنا، ولكن مش قادرة، كل ما ببعد عنه بقرب تاني، كل ما بكسر الشريحة برجع تاني واطلع شريحة بدلها، كل ما ببعد عنها بلاقي نفسي مشدود ليها تاني. هنقدر ان احنا نختار ربنا، هنقدر ان احنا نحب ربنا حب عملي، نترجم عنه بان احنا ما نعصيش ربنا بحب حرام ونضحي بحب الله. حبيبي اتنام وانا اربى لك في الخضور، حبيبي اتنام والله ينظر الى المتهجدين في تهجدهم. جالك نوم وربنا بينظر اليك، جالك نوم وربنا سبحانه وتعالى مطلع على اللي في قلبك. حبيبي الكلمة اللي الشباب هيموتوا عليها، الكلمة اللي البنات عصوا ربنا عشانها عايزينها حتى لو في حرام، الكلمة دي مالية دينا، الكلمة دي نضحي بالحب الحلال. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يجيب مكان السيدة عائشة ويشرب مكانه. النبي عليه الصلاة والسلام سيدة عائشة تقول حتى مس جلدي جلدة، كتر العاطفة اللي في قلبها اللحظة دي بعد سنين طويلة لسه فاكراها، فاكراها في ذاكرتها اللي في قلبها من كتر العواطف اللي تجاه النبي عليه الصلاة والسلام. دينا كل حب، قدامنا فرصة نعيش أعظم حب في الدنيا ونعيش أعظم حب في الآخرة لو حبينا ربنا سبحانه وتعالى. أسيبه ليه وأسيبها ليه؟ نسمع الكلام تاني يا جماعة، حاول تكرر الكلام اللي انت سمعتيه الوقت تاني، حاول تسمعه تاني، حاول تعرضه على قلبك تاني، وانت تعرف نسيب ليه رغم ان في قلوبنا حب وعاطفة تجاه هذه العلاقة، عشان في عاطفة اعظم وحب اعظم. ربنا يبارك فيك يا شباب، عايزين نفتح شبابيك في قلوبنا البعض، عايزين نفتح شبابيك في قلوبنا لنور الله، عايزين نصل الى الله سبحانه وتعالى بقلوبنا وبكل ذرة في كياننا. ربنا يسددكم، ربنا يحفظكم من الفتن، ربنا ينجينا وينجيكم من المعاصي ومن الشهوات ومن الفتن ما ظهر ومنها ما بطن. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير.